هناك خبر هز كل الأوساط السياسية العربية والعالمية من ساعات، وهو استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العروري في عملية اغتيال صهيونية في الضاحية الجنوبية في بيروت. ويمكن هذه المنطقة، منطقة المشرفية، هي معقل حزب الله، وده كان نتيجة لاستهداف بمسيرة إسرائيلية استهدفت مكتب تابع لحركة حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العروري وآخرين، وهناك عدد من الإصابات. والحقيقة أنه دي يعني مسيرة إسرائيلية كانت بتستهدف المكتب التابع لحركة حماس في هذه الضاحية الجنوبية. ويعني هناك حديث عن استشهاد 4 أشخاص من بينهم صالح العروري، وعدد من الإصابات ربما يمكن 13 أو 14. يمكن سياسة الاغتيالات دي سياسة صهيونية معتادة، لكن الآن واعتماد إسرائيل على هذه السياسة، هل ده محاولة للخروج من الحرب في غزة وتحقيق انتصارات بسياسة الاغتيالات؟ يعني ربما يجيبنا على هذا الأستاذ أمير مخول، الباحث في الشأن الإسرائيلي. مساء الخير على حضرتك. وانتصارات الاغتيالات واعتياد إسرائيل على هذا الأمر واغتيال صالح العروري اليوم في بيروت، كيف ترى هذا الأمر وكيف يمكن أن يكون الرد من قبل الفصائل الفلسطينية وحماس على مثل هكذا تطور في الحرب؟ يعني كان لافت الليلة أنه تصريح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن الحرب هي مع حماس، وإسرائيل لا داعي تقوم بأي عملية، فقط مع حماس. وهذا في مسعى أو في رسالة إلى لبنان، إلى الحكومة اللبنانية، إلى حزب الله، إلى كل الجهات الأخرى. لكن من الواضح ايضا كان التكتم الرسمي الاسرائيلي، انه نتنياهو منع اي من الوزراء يتحدث بالموضوع، مع انه احدهم تصور بانه هذه مسؤوليه اسرائيل قامت بذلك. لكن الواضح انه هذا قد يكون الانجاز الاول بالمفهوم الاسرائيلي طبعا، الذي تستطيع فيه حكومه نتنياهو ان تاتي الى المجتمع الاسرائيلي وتقول انجزنا ما انجزناه في بدايه سياسه التصفيات التي اعلن عنها نتنياهو قبل حوالي شهر، انه اعطى اوامره للموساد في هذا الصدد في المناطق القريبه والبعيده على السلاح. وايضا تتم خطابه قبل 3 ايام بان اسرائيل تحولت الى حاله هجوم وليست في حاله دفاعيه في الحدود اللبنانيه. لكن اعتقد هذا سيعقد الوضع الاسرائيلي. طبعا هناك في سياسه اغتيالات، يعني كيفية انتقاء الشخص المناسب للاغتيال، هي ليست قضية عشوائية، وهناك دراسات وأبحاث فيها في كيفية اختيار الشخص الذي ما يسمى مضاعف للقوة في وجوده وخسارة نوعية في فقدانه للطرف الآخر. وهذا ما يتم، يعني إذا كانت تعميمية في منع اللحمة الفلسطينية الداخلية، تغتال من قد يكون عنوانا للوحده الوطنيه الفلسطينيه مثل العروري في هذه الحاله. وطبعا الاسلوب نفسه هو مكرر، يعني نفس الشيء استخدمته ابو علي مصطفى، نفس الشيء مع قيادات منظمه التحرير وقيادات فتح في لبنان السابق، ومع غسان كنفان ومع اخرين. يعني عمليا هذه الطريقه يعني معمول بها دائما. اسرائيل تستغل تفوقها الاستخباراتي والجوي بالاساس والاقمار الصناعيه وغير ذلك، ولذلك تحاول ان تبدو كانها تستعيد حاله الردع في هذه العمليه. لا اعتقد ذلك، لان الامور يعني رد الفعل او المزاج الاسرائيلي قلق جدا في هذا اليوم، وبالعكس يعني في مسعى لا 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 يعني اخذ الحيطه واليقظه ودعوه السكان الى هذا الامر. وهذا بطبيعه الحال يتوقعون ردا، اعتقد قد يكون ردا، لا ندري كيف سيكون الرد، لا احد يعرف ذلك، وهذا يعني غير متوقع كيف، لكن اسرائيل تتوقع ان يكون رد ورد صاد، وهذا ما اكدته عمليا تصريحات الناطق باسم الجيش وايضا ما تتناقله وسائل الاعلام. محاوله ادخال محاوله ادخال لبنان يعني للصراع اليوم بهذا التأجيج ربما على الحدود، وهذا يعني
ربما التطور الخطير بهذا يعني العودة لقصة الاغتيالات والنهج الإسرائيلي المعروف؟ بدون شك. يعني اولا يعني كان لافت نظر رد الفعل الامريكي زياره بلينكن للمنطقه القريبه، وهذا دليل انه يعني عمليا هذه الخطوه غير متماشيه مع السياسه الامريكيه وتشكل مفاجاه للاداره الامريكيه وايضا لمصالحها، لان الاداره الامريكيه كانت في مساعي انه منذ اللحظه الاولى لمنع اتساع نطاق الحرب.